والمجتمعي. حلقة الأمس أثارت جدلا شديدا، والحقيقة زي ما قلت لكم أنه في ناس ممكن تاخد القضية في اتجاه موضوعي واتجاه في مناقشة، وفي كتاب كبار كمان كانوا طرحوا آراء من هذا النوع، لكن احنا موقفنا واضح انه لا يمكن القبول ابدا. احنا مجتمعات لها قيم ومبادئ وتتمسك بالفضيلة، حتى لو هتحقق ارباحا من بعض وسائل الانحراف لا يمكن القبول حتى بانه يمكن ان نفتح ابوابا لذلك. لكن طبعا شوفوا المناقشة جابت ايه، انه لا، هناك من يؤيد هذه الافكار. لما يبقى سياسي بارز ورئيس حزب سياسي مهم، الدكتور أسامة الغزالي حرب وقطب سياسي كان مرشحا لمنصب وزير الثقافة، فيؤيد هذا الكلام، فالحقيقة طبعا صدمنا جميعا بتأييد الدكتور أسامة الغزالي حرب لفكرة تقنين بيع الحشيش في مصر. هي فكرته قائمة على أنه الإباحة هي اللي بتقضي على الظواهر السلبية، وانه المنع في بعض دول الخليج للمهازل وللخمور ولوسائل الانحرافات لم يؤدي الى القضاء عليها، وانه في بعض الدول الاوروبية بيتم تقنين هذه الظواهر السلبية والاقبال عليها بيقل. دي وجهة نظر، لكن احنا مجتمعات قائمة على مجموعة من القيم والمبادئ، قائمة كمان على التمسك بفكرة الفضيلة والتمسك بالدين، ولا يمكن القبول بأفكار من هذا النوع. ناقشنا هذه القضية، البعض تعامل معها باستهزاء عندهم حق، البعض الآخر تعامل معها بصدمة شديدة عندهم حق، البعض الثالث اللي ممكن يكون قليلا جدا تعامل معها على انه ايه يعني ما تفكروا في هذه الفكرة، وهي لا تتناسب ابدا مع طبيعة مجتمعاتنا ولا مع طبيعة اي مجتمعات. الاوطان بتبنى بمنظومة القيم والمبادئ اولا، ولا يمكن القبول بافكار من هذا النوع. تعالوا استعيد معكم ملخصا لحلقة الأمس اللي أثارت جدلا وتحولت إلى بلاغات في النيابة. يعني النهاردة تقدم عدد كبير من البلاغات للنائب العام ضد أصحاب الفكرة، وفي ناس قدمت ضدنا احنا كمان مش مشكلة، وفي ناس قدمت مطالبات بأنه هل هذه الأفكار، وفي ناس طبعا قدمت ضد الدكتور أسامة الغزالي حرب لتأييده الشديد لهذه الفكرة، وقالوا انه اذا كان الرئيس رابطة السجاير يعني هنتعامل معه باستهانة، لكن كيف يمكن ان نتعامل باستهانة مع سياسي مهم وبارز كان مرشحا لوزارة الثقافة وكان رئيسا لحزب سياسي كبير هو الدكتور أسامة الغزالي حرب. تعالوا نشاهد ملخصا لحلقة الأمس. لماذا تطالب بتقنين الحشيش؟ لجنة الإصلاح التشريعي اللي بتتمثل وبرؤوسها المهندس إبراهيم محلب خلال الفترة اللي فاتت، هو المقترح اللي احنا رفعناه هو بيتناقش بالفعل. يعني انتوا رفعتوا بالفعل مقترحا قدمتوه للمهندس إبراهيم محلب لجنة الإصلاح التشريعي، هل هتفيد الدولة في الموازنة العامة ليها؟ خلال الفترة اللي فاتت حضرتك عارف ان في ضرائب بتتفرض عشان عندنا مشكلة حقيقية في عجز الموازنة. في الاقتصاد الموازي عندنا ثغرات كتيرة في الاقتصاد المصري. احنا جبنا الفايل ده على اساس احنا عايزين نستفز فكر المجتمع. ما لا يمكن اللي يقول الكلام ده يكون مصري او وطني او شرب من مية النيل او اكل من اطيان هذه الارض. يا استاذ وائل ما ينفعش اجيب واحد اي واحد كده ويطلع حاجة في مخه ويطلع يهدمنا الصناعة كاملة. هو هيهدلك السجاير ولا ايه؟ اديله فرصة يا استاذ وائل، يا استاذ وائل احنا ناس محترمين، شركات محترمة، ايه الحشيش وايه الكلام ده؟ وقبل كده طلع تصريح يا استاذ وائل قال ان مصانع السجاير قللت الانتاج، عمل بلبلة في السوق.
يا استاذ وائل ما ينفعش، مش اي واحد يجي يقول لك انا فلان اطلعه. انت بتشرب حشيش؟ اسمع ضيفنا. لا انا بسالك انت بتشرب حشيش؟ اسمع ضيفنا. هو سالك سؤال على فكره بيساله لي كل المشاهدين. بتشرب حشيش؟ بساله كل المشاهدين انه انت بتشرب حشيش؟ انا بتعاطى. ايه المانع في كده؟ معتوه حشاش انسان بيقول لك انا بيع تريح للسجاير. فدلوقتي الاستاذ اللي مع حضرتك ده ارتكب جريمه واعترف بها فهو في حاله ترف، ده بيفسد الامه وجريمه ضد الشعب المصري باكمله. وانا شخصيا غدا سوف اتقدم ببلاغ، والاخ المحامي المفترض ان هو بيدافع عن القانون ويزول عن القانون بيشاركه في هذه الجريمه. انا ما بشاركوش في الجريمه، انا بقول هو الكيان القانوني اللي طلبه ايه، هو بيطلب من وزير الصحه طبقا لقانون مكافحه المخدرات ان هو يشيل العقار ده من الجدول طبقا للسلطات المخوله لوزير الصحه في تعديل جدول المخدرات. يا استاذ يا اسمعني بكرامتك اللي رايحه جايه دي. ما يزاع الان من الاخ الضيف ومحاميه يسمى في احكام النقد تحسين وتجميل جنايات تعاطي المخدرات والإصدار فيها لدى العامة وحث المواطنين على عدم المثول للقانون. القانون مكافحة الإتجار في المخدرات أو تعاطيها واضح وصريح، بالنسبة للمدمن لا يحاكم ولكنه يعالج. أما من يعطي المخدرات حتى بدون أجر أو للاستضافة أو تهيئة المكان، حتى لو أعطاه على سبيل الهدية بدون مقابل، ويعاقب بالجنايات. من المهم ان احنا لما نناقش مثل هذه القضايا نناقشها بموضوعيه شويه. هل هذا الكلام او هذه الفكره تساعد على تقليل استهلاكها او القضاء عليها وتوفير فلوس على الدوله ولا لا؟ وخصوصا زي ما هو قال ان في بعض الدول في اوروبا لجأت الى اباحه هذا. الفكره صادمه يا دكتور اسامه. هل اقنن؟ معلش انا شايف حضرتك. هل اقنن الفساد والانحراف؟ لا 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 مش لا 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 مش مسائل فساد ولا انحراف، دي حاجه ثانيه خالص. ما انت برضه ما تخلطش المسائل ببعضها. لا خالص، يعني كده بنعمل بيوت دعاره رسمي واخد بالك، وكلنا بقى نحط قرون علشان نحتاجين قرشين. ده كلام عبث اللي بيتقال، ده كلام قله ادب، ده كلام قله ادب. استاذ وائل زي ما الاخ قال لك معظم حوادث العربيات زي القتل بالظبط، السواق بيبقى محشش. اما عيل مسطول جاي دلوقتي عايز الشعب كله يبقى مسطول ويمشي يتطوح، ايه اللي احنا فيه ده يا استاذ وائل؟ من فضلك من فضلك، انت برنامجك طبعا برنامج انت بتعالج مشاكل يعني بتوري للناس، بس يعني في ناس معينه المفروض لما يجي يطرح فكره زي دي تقول له يا ابني روح غرزه اقعد في الغرزه واخد بالك، شدلك نفسين وأقول أنا جادح في النفسين، إنما حرام هي حرام، الحشيش حرام، لأن كل ما يذهب بالعقل هو حرام. أنا مستحب وما عنديش استعداد إن أنا أقعد أتناقش بشكل اقتصادي بالطريقة اللي حضرتك شايفها أنت والبيت. بعد إذنك. استاذ عصام معانا على التليفون، أنا ما عنديش مانع إن أنا أناظر سعادتك في أي وقت. طيب لو سمحت لو سمحت وجبنا فلاشه عشان البي يعرض ويشوف التقارير بتاع الامم المتحده، والمفروض احنا بنتكلم بشكل علمي واقتصادي، والبي بوظ لنا الحلقه بالمداخلات. اتفضل. وفي نفس الوقت انا بس حضرتك على الحجاج، انت على فكره بتسيب المشاهدين. في عدة بلاغات قدمت من المجلس المصري لحقوق الإنسان من عدد كبير من المحامين، وزي ما قلت لكم الموضوع أثار جدلا شديدا، وكمان بنؤكد تاني ما أكدناه أنه مناقشة هذه القضايا عايز تاخدها في الاتجاه العبثي فليكن. في ناس خدت القضية على أنها عبثية وخدتها في اتجاه السخرية والاستهزاء، وفي ناس خدتها في نطاق المناقشة يعني. لكن في كل الأحوال النتيجة النهائية هو أنه مجتمعنا اللي بيقوم على منظومة قيم ومبادئ قبل أي عوامل تانية، قبل الحديث بقى عن أي عوامل اقتصادية أو مقومات للتقدم أو مقومات لكي نقف عليها، منظومة القيم والمبادئ في مجتمعاتنا أهم.